بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببًا في إقامة هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. في هذه الليلة بإذن الله تعالى نريد أن نتدارس حديث جبريل عليه السلام عندما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل أنه معلم، وهو في الحقيقة متعلم، جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على جبريل عليه السلام أثر طلب العلم. لهذا لابد من طالب العلم أن يؤدي حقوق ستة، ولابد قبل أن يطلب العلم حقوق ستة: حق مع نفسه، وحق مع زميله، وحق مع المكان الذي يدرس فيه، وحق مع الكتاب، وحق مع شيخه، وحق مع العلم. حق مع نفسه: لابد أن تعلم أن العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ظهر على جبريل عليه السلام أثر طلب العلم في نفسه، في لباسه، في سؤاله، في إنصاته. جلس جلسة المتأدب المتعلم، لم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم. الجن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضروا، فلما حضروه قالوا أنصتوا. موسى عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتعلم، أراد أن يبين للخضر أنه طالب علم ويعرف آداب طالب العلم، فقال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: أنا مؤدب، أعرف آداب طلب العلم في نفسي. لم يمد رجليه ولم يعبث في الجوال، وأنت تعرف بعض الناس في الدروس العلمية الذي يعبث في الجوال، والذي يكون متكئ، والذي يمد رجليه، وهذا لا يليق بطالب العلم. سأل ولم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، والجن لم يقاطع النبي عليه الصلاة والسلام. في نفسه زهد وورع وقناعة وصدق. لا بد أن يكون طالب العلم صادق ولا يكذب، وتحلى بالرجولة، بالمروءة وغير هذا. مع زميله المؤمن مرآة أخيه، لا بد أن نتعاون فيما بيننا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتذاكر العلم فيما بينهم: تعال بنا نؤمن ساعة، والمؤمن مرآة أخيه، والصاحب ساحب. مع المكان الذي يدرس فيه، هذا الكلام الذي صدر من الإمام جزاه الله خيرا في احترام بيوت الله، هذا ما يكون للنساء فقط، هذا للكل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. عمارة المساجد، ظن البعض أن عمارة المساجد تكون فقط في البناء والتشييد والإضاءة والفرش، لا، العمارة إما أن تكون عمارة حسية أو عمارة معنوية. العمارة الحسية بالبناء والتشييد والنظافة والفرش والإضاءة وغير هذا، والعمارة المعنوية أن نجعل المساجد أماكن يعظم فيها الله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. توحيد والصلاة والاستغفار وقراءة القرآن والمواعظ والخطب والدروس. المكان الذي تضع فيه نعليك تضع معه الدنيا، لا بيع لا شراء. وإذا رأينا إنسان يبيع ويشتري في المسجد ندعو عليه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: لا أربح الله تجارتك. وإذا جاء إنسان ينشد الضالة في المسجد نقول: لا ردها الله عليك. هذه المساجد لم تبنى للبيع ولا للشراء ولا لإنشاد الضالة أو الرقص أو الأغاني أو ما إلى ذلك، بنيت حتى يعبد فيها الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. خراب المساجد إما يكون خراب حسي، رمي الأوساخ والهدم والتفجير في المساجد، وأعظم من هذا أن نجعل المساجد أماكن للشركيات والبدع والخرافات. حق مع الكتاب الذي يدرس فيه، هذه الكتب يا أخواننا وهذه الطباعة التي تراها الآن في المصاحف، هذه من نعم الله لا تعد ولا تحصى. كان في القديم الناس يكتبون على الجلود، على الأخشاب،
على الحجارة ويحافظ عليها. واليوم تجد أن البعض يلقى الكتب والمصاحف ويطعها برجليهم، بل بخاصة الكتب التي توزع في المدارس مع أن فيها التوحيد والفقه والتفسير والقرآن وغير هذا. حق مع الشيخ، انقسم الناس تجاه العلماء إلى طرفين وسط، قسم يسب ويشتم العلماء، وقسم يتمسح ويركع ويسجد، وقسم هم أهل السنة والجماعة. أسأل الله يجعلني وياكم منهم، لا إفراط ولا تفريط، وسط. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا له؟ لا. ماذا أراد العلماء منا يا إخوانا؟ العالم يريد منك ماذا؟ يريد منك أن تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر، تذب عن عرض العالم، تدعو له في ظهر الغيب، هذا الذي يريد منك. أما أن تتمسح به لا يمكن يكون هذا. حق مع العلم. والحق السادس، قامت عليك الحجة الآن بعلم، فماذا تصنع؟ لابد أن تحافظ على هذا العلم، تراجعه، تذاكره، تعمل به، تدعو إليه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة من أحسن ما تكون، قال أخبرني عن الإسلام. بالله هل يعقل أن يأتينا إنسان وتسأله هل أنت مسلم؟ يقول نعم. فتقول له ما هو الإسلام؟ يقول ما أدري. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله؟ يقول نعم. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ يقول لا أدري. قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. والله أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهو رأس الكفر. وهناك ممن يدعي الإسلام لا يدري معنى لا إله إلا الله، ويظن أن معنى لا إله إلا الله لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. والله ما تنفع لا إله إلا الله، لأن من شروط لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، والأسنان هي شروط لا إله إلا الله. ومن أعظم شروط لا إله إلا الله الإخلاص. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. العلم بمعنى لا إله إلا الله، لابد أن نعلم معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة، والمستحق للعبادة هو الله. لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا لابد في لا إله إلا الله من ركنين حتى يستقيم البناء. الركن الأول الكفر بما يعبد من دون الله، الركن الثاني إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. وكما أننا نشهد أن لا إله إلا الله، لابد أن نشهد أن محمداً عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، فليس له شيء من خصائص الربوبية. فمن صرف شيئاً للنبي صلى الله عليه وسلم من الربوبية والله لم يشهد أنه عبد، ومن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أنه رسول. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا للناس، قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر، وأكد هذه البشرية بقوله عليه الصلاة والسلام مثلكم، وتميز عنا بأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. الثاني إقامة الصلاة، إقامة الصلاة ولم يقل أداء الصلاة أو غير هذا. لماذا؟ حتى نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، وتنتفي عنا الموانع ولا يأتي بمبطل من مبطلات الصلاة. هذه الصلاة الحقيقية، الصلاة الصلوات المفروضة الخمس، ولابد أن تصلى في الجماعة على الرجال البالغين. ومن يتخلف عن الجماعة فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إيتاء الزكاة، الزكاة إما زكاة مال أو زكاة بدن. زكاة المال زكاة النقدين، الذهب، الفضة، العملة الورقية. زكاة عروض التجارة، زكاة الباء السائمة من بهيمة الأنعام. الخارج من الأرض الحبوب والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده.
بالمناسبة أسهل ما يكون حساب الزكاة بالنسبة للمال، ماذا تصنع؟ لديك لدى الشيخ عبد الله 40 مليار، ماذا يصنع؟ يقسم على 40. أي مبلغ تريد أن تعرف مقدار الزكاة فيه ماذا تصنع؟ تقسم على 40. 40 مليار قسمة 40 مليار، الحمد لله انتهى الحساب، مفهوم؟ طيب، زكاة هذه زكاة المال، يبقى معنى الثاني زكاة البدن، هي زكاة الفطر، صاع من طعام. طيب، ثم بعد هذا صوم شهر رمضان، ثم حج بيت الله لمن استطاع إليه السبيل، هذا الإسلام. قال صدقت، قال فعجبنا له، يسأل ويصدق، هذا دليل أنه يعرف الإجابة، لكن جاء ليعلم الصحابة رضي الله عليهم، وكان الصحابة رضي الله عليهم لا يستطيع الواحد منهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لو قيل لأحدهم صف لي النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، يقول ما استطعت أن أملأ عيني من النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له عليه الصلاة والسلام. أحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة لم يحبها أحد لبشر، قال رأيت الملوك ورأيت كذا، ما رأيت مثل محبة أصحاب محمد المحمد عليه الصلاة والسلام. ثم سأل عن الإيمان، بالله تسأل بعض الناس هل أنت مؤمن؟ يقول نعم. ما هو الإيمان؟ يقول لا أدري. هل أنت من أهل السنة؟ يقول نعم. ما هو الإيمان عند أهل السنة؟ الإيمان عند أهل السنة، في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلني وإياكم منهم، لابد في التعريف من أمور خمسة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لابد من خمسة أشياء: قول، عمل، اعتقاد، يزيد وينقص. يقول بلسانه، يقول كل ما جاءت به الشريعة لكن لا يعتقد بقلبه، هل هذا مؤمن؟ من يعرف؟ يقول كل ما جاءت به الشريعة يقول به لكن لا يعتقد بقلبه، هل هذا مؤمن؟ ما هو؟ منافق، نفاق أكبر اعتقادي، في الدرك الأسفل من النار. طيب، السؤال الثاني: يعتقد بقلبه، يعتقد كل ما جاءت به الشريعة لكن لا يقول بلسانه، هل هذا مؤمن؟ من يعرف؟ فاسق، ضعيف الإيمان، منزلة بين منزلتين، كأئمة الكفر على هذا، فرعون على هذا، إبليس على هذا، أبو جهل على هذا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. صحيح، يعتقد بقلبه، ما الذي يمنع أن يقول بلسانه وهو قادر على الكلام؟ وقلنا لابد في الإيمان من قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. أركان الإيمان ست: أن تؤمن بالله. لو قال لك قائل كيف أكون مؤمن بالله؟ تقول تؤمن بالله، تؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتؤمن بوجود الله، تؤمن بتوحيد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعال العباد، توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. توحيد إخواننا، ما يمكن أننا ندعي أننا على التوحيد ونحن لا نعرف التوحيد، وإلا كان أبو جهل أعلم منا بأصل الإسلام. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا. ما الأدلة على وجود الله؟ الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة، أدلة إجمالية أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. العقل: يستحيل أن يأتي عاقل على وجه الأرض ينظر هذا الانتظام البديع في الكون، المجرات والبحار والأنهار والأشجار وتعاقب الليل والنهار، إلا ولا بد أن يثبت أن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الثاني الحس،
تكون في كرب وشدة، ترفع يدك للسماء تقول يا رب يا رب يا رب فرجها، تجدها تنفرج. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما في السماء من سحابة، لم ينزل عليه الصلاة والسلام إلا لحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر ماء، دليل حسي محسوس. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أخذوا يدعون وإذا بالصخرة تنفرج أمامهم، دليل محسوس ملموس. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. وهذا الإشكال عندنا في هذه الأيام، أفلام كرتون يعلم الأولاد السحر، وأصبح السحر في أفلام كرتون شيء متفق عليه ومن المسلمات. والأولاد الصغار في الغالب إذا سقط منه سن استقبل ماذا؟ الشمس، وقال يا شمس يا شموسة خذي سني. صحيح السن، الشمس تعطيك سن العروس أو سن العجوز أو كذا، هذا شرك أكبر. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الرابع الشرع، وهو كثير، بل لا يوجد آية في كتاب الله إلا وتدل على التوحيد. الثاني الإيمان بالملائكة، نؤمن. لو قال لك قائل كيف الإيمان بالملائكة؟ تقول نؤمن بأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. أرواح روح القدس، أجساد جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، قلوب وعقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام، وبما علمنا الله من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وملك الموت لم يثبت عندنا تسمية ملك الموت بعزرائيل. من أسمائهم وصفاتهم والأعمالهم والأخبار التي جاءت عنهم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء أنها كلام الله وأنها منزلة لمخلوقه، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب وبما علمنا الله من أسمائها، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب. ولهذا لا يمكن أن نرجع إلى الإسرائيليات ونترك ما جاء في القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص في كتاب الله، لماذا نعدل عن أحسن القصص ونرجع إلى الإسرائيليات؟ لماذا نرجع للمتهوكين والحيارة والمتفلسفة ونترك هذا الكتاب الذي فيه كل خير لنا في الدنيا وفي الآخرة؟ الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبيد لا يعبدون، رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة والله ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده ونصحوا الأمة. أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله هو كافر كفر أكبر كائنا من كان، ولا يمكن أن يصدق. صحيح، بل قال بعض العلماء لو ظهر عندنا إنسان وادعى النبوة وقال له آخر مد هات آية، لو قال له هات آية هذا معنى أن هذا الذي يقول هات آية هو كافر كفر أكبر. لماذا؟ لأن نعتقد أن يمكن أن يأتي أحد بالنبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ختم الله سبحانه وتعالى به النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ماذا يكون بعد الموت؟ خروج الروح وقبض الملائكة لها وصعودا بها إلى السماء، تفتح وتغلق لها أبواب السماء، عودتهم بها للجسد، يسمع قرع عالم، سؤال الملكين في القبر عن الأصول الثلاثة، من ربك ما دينك من نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا لم تتعلم هذه الأصول الثلاثة في الدنيا والله لن تجيب عنها في القبر. عذاب القبر، نعيم القبر، البعث، النشور، الجزاء، الصراط، الجنة، النار، شفاعة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان
باليوم الآخر، وفي هذه الأيام هناك من يشكك في أمور مسلمات عندنا لا يمكن يشك فيها مسلم. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. ويذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإيمان بالقضاء والقدر على أربعة مراتب، أربع مراتب: علم وكتابة ومشيئة وخلق. علم أن تؤمن أن الله علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الكتابة أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. المشيئة للعبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابع له، فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون. وهناك من يشكك اليوم في القضاء والقدر، ويشكك في علم الله سبحانه وتعالى، ويحتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المعائب. يشرب الخمر، لماذا تشرب الخمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، ما شربت الخمر. فماذا تصنع به هذا حتى يقتنع؟ تضربه حتى يغمى عليه، تضربه حتى يغمى عليه. فإذا أفاق قال ليش تضرب؟ تقول قدر الله. أتلوم من على شيء كتب الله؟ كتب الله نضربك، إيش أصنع؟ اقتنع ورجع عن هذا تزيد الثانية، لا تضرب أحد. لكن هذا حتى تفهم القاعدة. رفع سارق إلى أمين المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده، حد من حدود الله. فجاء هذا السارق معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين أتلومني على شيء كتب الله عليه؟ إنما سرقت بقضاء الله. فقال له عمر رضي الله عنه ونحن والله لا نقطعك إلا بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله علينا؟ كتب الله نقطع يدك، ماذا نصنع؟ احتج عليه بنفس الحجة. الأخير الإسلام، هذه مراتب الدين الثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. مراتب الدين: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، كعبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أفلا أكون عبدا شكورا، عبادة مشاهدة، أعلى المراتب. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبادة خوف وهرب، وتسمى عبادة المراقبة. هذه هي مراتب الدين: إسلام، وأعلى من الإسلام إيمان، وأعلى من الإيمان إحسان. هذا حديث جبريل. ثم سأل عن الساعة، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ أنا ولا أنت ندري متى الساعة. إذن كل من ادعى علم الساعة والله كاذب وكافر كفر أكبر لا شك فيه، صحيح أم لا؟ نعم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري متى الساعة، جبريل لا يدري متى الساعة، إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. قال فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. اختلف الفقهاء في تفسير هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال يكثر عقوق الوالدين، ومنهم من قال يكثر الرق، ومنهم من قال نكون عندنا ملك لديه جارية تسرى بها بشروط مدونة في كتب الفقه تنجب له ولد، هذا الولد يوم من الأيام إذا مات الأب الملك أصبح هو ملك، فأصبح سيد على أمه. القول الرابع قالوا هذا من قلاب الأحوال. نعم. الأمر الثاني الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، الساعة أخواننا أمر عظيم، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لها علامات، علامات كبرى وعلامات صغرى، لكن الكبرى تأتي متتابعة. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم مضى جبريل عليه السلام وقال أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. معلم، معلم، وهو في الحقيقة متعلم. فليتنا نكون على طريقة السلف حقا وصدقا،
أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.